أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ربنا، الصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، نبينا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. برحب بحضراتكم في كلام مبروك وبولة أخبار اليوم، وموضوع غاية في الأهمية. أنا بيجيني اتصالات من كل مكان بره مصر ومن مصر، لأن في أبناء جامعيين، هؤلاء الأبناء الجامعيون يسألون أين الله، ومنهم من يعتكف مدة وحده في حجرتي ويخرج على أبويه ويقول أنا غير مؤمن بالقرآن. وكلمة الإلحاد يعني الانحراف، وذروا الذين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء، يعني ينحرفون بالاسم، بدل ما يقول الله يقول الله، وجات منها كلمة اللات والعزى، قعدوا ينحرفوا بكلمة الله لغاية لما بقت اللات، زي ما انحرفوا بكلمة بابا فبقت بابي وأبتي وبطاطا. لكن عند ربنا لازم تفوق وانت بتقول الله القدير، ما تعوجش لسانك لتبوظ الكلمة، زي ما قلنا ما تحلقش شعرك وتسيب حتتك. هؤلاء الشباب أولا بيساعدهم على هذا الإلحاد يا جنود مجندة عايزة تكفر الدنيا بحالها، يا إما تربية من الأول منذ نعومة الأصفار على هبل، يا إما هم عقلهم طبيعي غير قابل للحقيقة. وأخطر سبب اللي عايز أتكلم فيه المفارقة بين الواقع وبين العظمة اللي موجودة في هذا الدين واللي بيسمعوا عنها، ربنا بينصر ربنا بيرزق، وهم مش شايفين فيه رزق وقاعدين وعندهم بطالة، وشايفين المسلمين بيدعون ولا يستجاب لهم بالشكل طبعا. بيقول لك ربنا فيه، وهو على فكرة ربنا فيه دي هيقولها أي حد يكون فيه صحة، انما لو جاله فيروس صغير كده هقول يا رب غصب عنه. اما يجيب المضطر اذا دعاه حتى الكافر لحظه الشده يقول يا رب، انما واذا انعمنا على الانسان ربنا اعرض ونأب يعني بعد، يقول بقى اين الله اين البتاع وخلاص بجانبه، ما يعرفش ربنا عند النعم. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. وزيك انا ما شفتش في حياتي حد من جيلنا ولا جيل بعدينا ولا جيل قبلينا ابن ناس شاف الذل في اللقمة وانحرف وألحد، انما تلاقي دايما الملحدون ولاد الأغنياء ولاد الأكابر، سافر أوروبا معرفش اطلع على كتاب سويدي نرويجي بيعرف لغات واتفافي يعني، انما اللي هو شقيان اللي هو باللوجيكال المفروض يقول أين الله ده، لأن عين أمه طالعة وعينه وعين اللي جابوه مش لاقيها، تلاقيه حريص على صلاة الجماعة وصايم زي الفل وبقول يا رب وراضي وبقولك ربك يفرجها والإسلام على بقه وفي قلبه والدنيا جميلة جدا. مين اللي طلع عين أبونا؟ المترفون من جملة الطرف يقولك أين الله وربنا فيه. العلاج بسهل جدا، وأنا مش بقول في محاضرات ولا بناقش ملحدين، لكن أقول للدنيا كلها إن في حاجة اسمها التأمل العقلي. هقرا لك القرآن طول ما أنا عارفه وعندي المصحف، لكن العقل يقول مفيش دي اتعملت من غير حد يكون عملها، صنايع نجار بتاع، ولا دي تطلع إلا لما يكون في إيد زرعتها وشتلتها ونخلة، ده اللي احنا اتعلمناه طول عمرنا في الأصل. دي بيسموها حدث، ليه؟ لأنها مثلا هنا في الجامعة أو هنا في الأخبار بقالها 15 سنة، قبل 15 سنة لم تكن شيء، اسمها حدث يعني شيء حادث مش قديم. فيقولوا لك بالعقل بقى، لا قرآن جبناه ولا سنة ولا حدث، بالعقل كل شيء حادث لا بد له من محدث، يعني دي لازم لها واحد صنايع يعملها. وقالوا الكون كله حادث، بدليل انك لما تروح الجيولوجيا والحفريات والعلماء يدوك ملايين السنين والدنيا بقالها كم مليون سنة،
كم مليار؟ ايه يعني اللي ورا المليار ده؟ هو الله سبحانه وتعالى. قبل الدنيا دي يعني عمر الدنيا لو زيرو، يبقى في قبل الزيرو حد عملها وحد هيفنيها زي ما عملها. وقال كده بقى يبدا الخلق ثم يعيد، عشان برضو الكلام ما يبقاش عقل قوي. ولو في ولد متردد او شاب متردد وانا عايز اقول له كلمه مهمه جدا هقولها، لازم اقول ان انت فاهم ربنا غلط، وكتير من المسلمين فاهمين ربنا غلط بس مش قادرين يعترفوا. وزيك انا مصر على ان انا اقول نحن نعبد ربا لا نعرفه ونصلي على نبي لا نعرفه. احنا ما نعرفش ربنا حق المعرفه كعلم، يعني ما نعرفش ربنا تدابيره ايه وليه والمفارقات اللي بتشوفها في الدنيا ايه. فدي محتاجه اعاده نظر في كل جزئيه ممكن تاخد العقل الى الالحاد، محتاجه اعاده نظر. اعاده نظر في ان انت، هنقول مثلا سؤال صغير، ادعو ربنا، طب ربنا فين؟ انا بسيل السؤال ده هذا الاسبوع اكتر من 10,000 مره. احنا بندور على ربنا، وحتى الكلمه فيها جرأة، الكلمه في حد ذاتها بندور على ربنا مش لاقيين، وكلمه لم أكن أتخيل أني في حياتي سوف أسمعها، جرأة عنيفة. هو أنت عايز تدعو ربنا سبحانه وتعالى وعايزه زي أنت ما أنت عايز تلاقي، يعني أنت عايز بطيخة فربنا ينزل بطيخة بالسماء. طبعا ده مش ربنا اللي احنا نعرفه، ده ربنا اللي في خيالنا، لأن علشان تدعي ربنا وربنا يستجاب لك واحد، أقل حاجة في الدعاء أطب مطعمه، لكن له 33 عكازة إن ما كانش يتعكز عليهم لا يستجاب. منها الإخلاص، فادعوا الله مخلصين له الدين. يعني اوعى تفكر إن في حد حاطط خرزة زرقاء وبيعتقد في الليمونة وفي القلة وخد من عبد الله واتكل على الله وسبع حبات وإنه ربنا يستجيب له، اوعى تفكر ده دجل. فإحنا أساسا عندنا دين متلخبط. عشان أقول أنا بدعي ربنا، هو أنا ما وأنا إمتى أعرف إن ليا رب؟ مفيش. يعني أنا عندي 15 شريك يوم ده، حتى القرآن احنا بوظنا الدنيا. انا بحب سورة كذا قوي، بتحب سورة كتاب واللي جارها كانت عدوتك يا جدعان. في اصول، في علم بيقول جميع سور القرآن الكريم جميع السور منزلتها لازم تكون عندك واحد. وربنا قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لما اشوف الوف الالوف من المسلمين لكن ياها على سورة الواقعة، واقعة هي اسمها الواقعة، حتى اسمها الواقعة، اذا وقعت الواقعة. واحد بيقول لي سورة البقرة، تو بقرة في عينك، بقرة مين؟ اسمها البقرة. ما ينفعش تقول البقرة، قولها عند ماما هناك لو عندكم بقرة وجاموسة في البلد، اسمها سورة البقرة. يعني أسامي السور ما احناش عارفينها. وقسمنا القرآن، ده الكفرة الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني عملوه أجزاء. احنا ما نعرفش نعمله أجزاء، دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي حلوة ودي كخة ودي حبيبة القلب قوي، لما دي بقراها ما اعرفش مين ونألف. عندنا أكثر من 30,000 حديث النبي ما قالهمش بفضل القرآن الكريم، لا يصح منهم إلا 10 أحاديث، منها من قرأ الآيتين من أواخر البقرة كفتا، ده حديث صحيح. إنما سورة الأنعام أنزلت جملة واحدة، اقرأ الشهاب الخفاجي، ما أنزلتش جملة واحدة، ونزل معاه 70,000 ملك ما حصلش. لا، واحد شاف الناس مهملة في القرآن فراح مألف أحاديث، راح في داهية واتحكم عليه بإنه زنديق، لأن من كذب على النبي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب له كمن كذب عليه. يعني ما تجيش تكذب لي على النبي وتقول أنا بعمل لصالح الدين، ما ده جابنا مشوره، ده جاب لنا أزمات عنيفة جدا منها الإلحاد ده. الحاجة التانية إنه ثابت يا حبيبي إن ليك نبي عليه الصلاة والسلام قال كده، هتدعي ربنا، ربنا هيستجيب، ما لم تكن الدعوة دي قاسمة أو دعوة بقطيعة أو دعوة بتاع. يا اما بيديك اللي انت عايزه، يا اما يديك احسن منه، يا اما يدخل لك في الاخره. ثلاث حاجات، ثلاثه بس احفظها. فليه انت متخيل انك لما تقول انا عايز ولد يجي ولد؟ ليه؟ ليه؟ ما في حاجه اسمها البدائل. البدائل يعني تيجي بنت احسن من 100 ولد. خلاص، حد عايز يتجوز يا ولدي وبتاع، انا بقيت كام سنه مش عارف اتجوز، ان شاء الله ما عنك اتنيلت. هو سؤال صغير، ربنا خلقنا عشان نتجوز. حب ما انتشرت بين الناس، البنت سنها كبر، الواد ما عادش مش عارف ايه، ما ان شاء الله مع انه اتجوز. يدور على حاجه زي كده يعملها، يدور على شويه ما يسيبهم الناس، في الاخره جنه ونار، ما فيش اوض نوم. لا اله الا الله، الاخره دي اما نعيم واما جحيم. انت عايز، انت في حياتك دي كلها الدنيا، حتى لو اتنيلت واتجوزت عايز تاخد مين الجواز؟
حاجة تقربك من ربنا بالعدل بالإحسان بالإنفاق، وهي رقعة تدخل الجنة بإنها تشيل الجزم على دماغها. والنبي قال لها كما روى البخاري في صحيح على الشمال لما قلت له إيه حق الزوج عليا، قال لها لو طلع مدة وإيح ومصطيهم ببوئك ما تكونيش وفيتي حقه. قالت لها رسود والله ما أنا متجوزة أبدا. فقال لأبوها اوعى تكرهها، أهي دي واحدة؟ ما قالهاش لا لا وحيد الله وصلي عليا، انت حليف يا بنت ما تتجوزيش ابدا، ازاي ده انت اموره وسنيوره وشبابك والكلام ده، وتجيب عيلين يقولوا لك يا ماما، دجل كل حياتنا بقى دجل. لكن قال لها ما تتجوزيش، ما انتش قادره تدي الراجل حقه وما تتنيليش. شوفي بقى الحاجه اللي توديك الجنه، في عندك صلاة يحاسبك ربنا عليها، وفي صيام، وفي قراءه قران، وفي تدبر معاني، وفي تبقي مدرسه، وفي تبقي انت خبازه وطلعين لقمه تتاكل، وفي مليون حاجه. حياتنا كلها محتاجه الى اعاده فقه عشان نعرف ان ربنا موجود، وانه على كل شيء قدير، وانه له حكمه، وانه خلقنا ليه، مش عشان خاطر تشوف المسلسل وبعد المسلسل الماتش وبعد الماتش تنام والبث تصبح فيه. ده دجل واهمال منا وتقاعد منا. قال الذي جعل لكم الارض ذلولا، قال فامشوا في مناكبها، ما قالش اعودوا واللي باتوا فيه تصبحوا فيه وكلوا من رزقه. شوف النهايه واليه النشور. الى لقاء في كلام مبروك، ارجو لكم حظا سعيدا وافرا، والى اللقاء.